حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في ضيافة نجم. اليوم نحن رايحين صوب ولاية جعلان، ربما من اسم الولاية عرفتوا اسم النجم اللي راح نكون في ضيافة اليوم، الكابتن خيري خادم، صخرة دفاع منتخبنا الوطني في التسعينات. تابعونا وحياكم الله. مثل ما شايفين مشاهدينا الكرام، نحن الان في بيت الكابتن خيري خادم، وحياك الله كابتن خيري في هذه الحلقه من برنامج في ضيافه نجم. حياكم الله وسهلا وشرفتونا وجزاكم الله خير انكم ذكرتونا بعد هالاعوام الطويله، جزاكم الله خير. الله يخليك، وانت بعيد عن الاضواء ناخذ بس اخر اخبارك وعلومك، نخبر المشاهد انت وين يعني حاليا، كيف اخبارك؟ والله يا الحمد لله الامور طيبه، كنت قبل سنوات في نادي الوحده، ولكن الان مده حوالي سنتين كانت لي حالات وعكه صحيه كذا معينه، الله يعطيك العافيه، وفي نفس الوقت كذلك عندنا الاولاد كبروا والان الواحد يحتاج له اهتمام، فبالتالي حابين ان نخلي الوقت لهم ان شاء الله. الله يحفظهم لك. الله يبارك فيك. خلينا نعرف المشاهد اللي ما يعرف خيري، كيف ممكن نختصر نبذه سريعه عنك يعني؟ والله اسمي خير خادم فيروز محمد العلوي من جعلان بني ابو علي. سبقني لعبت، كنت في نادي الوحده، ثم انتقلت إلى نادي الشرطة، ثم انتقلت إلى نادي صور وهلي من خلاله، والحمد لله وهذا شرف كبير أني مثلت بلدي في المنتخبات لسنوات عدة. كم ظليت مع المنتخبات؟ مع الشباب الأول؟ مع الشباب الأول 6 سنوات، من 93 لحد 99. نعم إن شاء الله. طيب كيف تم اختيارك لنادي الوحدة في البداية؟ تم اختياري من فريق الحواري، كنت لعب في الحواري وننضم لي فريق سموه فريق الحيرة، دخلنا مع النادي في سنة 86 ثم انتقلت والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الكابتن أحمد عبد الله سوداني الجنسية كان أشار علي أنني أترك النادي. كان معكم في الوحدة؟ كان معنا مدرب في الوحدة، أشار علي قالوا أنت لاعب يعني أتمنى تكون تظهر في عندي أفضل. كان درجة ثالثة، كان نادي الوحدة درجة ثالثة، وانتقلت أنا إلى فريق الشرطة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ومجهودات الجميع طبعا من اول مباراه يتم اختيار خيري خادم للمنتخب الشباب. فهذا منتخب شباب. منتخب شباب. من المدرب اللي اختارك؟ موسى بابا. كيف جاك الخبر يعني في اختيارك؟ من اللي خبرك؟ والله الجريده خبرتني عن كل شيء. يعني شوف في الجريده، في الجريده ان خيري خادم امام نظر موسى بابا. فهذا وفي نفس الوقت حتى تكلمت، هذا عنوان تذكره يعني واحدة من الجرائد يمكن؟ هذه كانت عمان أعتقد. عمان. جريدة عمان. إيه. طيب وبعد ما لعبت مع المنتخب تغير الوضع النظرة بالنسبة لك أنك تنتقل لنادي آخر، لأنك أنت كنت في الوحدة واختاروا في المنتخب الشباب؟ أنا تغيرت كليا، مو تغيرت في يعني حتى اللاعب فكريا في الدرجة الأولى يختلف كليا عن اللاعب في الدرجة الثالثة. المدربين الموجودين في الدرجة الأولى، لعيبة المنتخبات الموجودة في الدرجة الأولى، الخبرات، الناس اللي جالسة تتعامل مع خبرات إدارية فنية حتى على مستوى لاعبين، يعني لابد أنك تتغير، لابد فكرة يتغير يتطور. طيب إيش أسوأ ذكرى مع منتخب الشباب؟ خلينا أسوأ ذكرى مع المنتخب الشباب، أنا ما أحب أذكرها صراحة أنا يعني، لأنهم طبيعي أسوأ ذكرى ما أحب أذكرها يعني. لأنهم كل ما أذكرها تردني للخلف كثير يعني. فكانت هي مباراتنا مع الإمارات في بطولة الصداقة اللي كانت في مسقط، أخطأت أنا خطأ هذا عاد لا يغتفر، كلفكم، كلفنا البطولة يعني، ولكن خرجتم البطولة، خرجنا البطولة، خرجنا ولا صعدنا. فكانت حتى الإعلام والجماهير والناس متأملة علينا كثير يعني. خير السبب، خير السبب، فخير كان سببا في هذا المباراة، رغم أن هذه المباراة إحنا تعادلنا فيها يعني، لكن هي رغم التعادل هذا خروج من البطولة، فهذا مأثر فيه إلى اليوم يعني. ما شاء الله لحد اليوم تتذكر. اي نعم. واحلى ذكرى ايش كانت؟ فوزنا على المنتخب الايراني. هذه مع المنتخب الاول كان؟ مع المنتخب الاول. اولا كانت قبل المباراه تلقينا نبأ بان علي دائي يسلم عليكم ويقول لكم بفوز عليكم 5. فاعطتنا دفعه معنويه غير عاديه. ايه وانت راقبت علي دائي. وكلفتنا من قبل المدرب يقول انت خيري لازم تمسك علي دائي. مهمة صعبة. مهمة صعبة جدا.
علي داي كان محترف في في, في بايرن ميونخ وجاي من بايرن ميونخ. بالضبط. طبيعي لما اللاعب يتكلم يتكلم عن مستوى عالي ما يتكلم عن فيه علي داي يعني معروف قوة جسمانية قوية جدا يعني بالله. والله ما مثل ما يقول رقبته كفضل ما في حل علي داي صعب وهزمتوهم يعني بفضل وقف الله. مفتاح الفوز عند وقفنا علي داي وقفنا علي كريمي هي. وقفنا في مفاتيح اللعب فالحمد لله وفقنا في هذه المباراة. بالله عليك بعد المباراة كيف كان وضعك بعد ما مسكت علي أنا داي. ما قدرت أمشي بعد المباراة أصلا. طيب وال يعني مع المنتخب الأول من اللي اختارك من المدرب؟ مهاجراني المدرب الإيراني في مهاجراني ذكريات كثيرة وسوالف كثيرة كابتن خير ونحن أكيد بنتواصل في الحديث ونحن اليوم طبعا في ضيافتك وين بتاخذنا الحين؟ بنكمل أكيد الحديث مع بعض إن شاء الله نوديكم رحلة إلى إحدى إلى رمال بدية إن شاء الله حلو ونعمل مكان نشوف ونعمل مكان طيب إن شاء الله وجو مناسب لنا من هواة الرحلات حلو ممتاز طيب طالما أن خير بياخذنا هذا المكان الجميل خليكم معنا مشاهدينا الكرام نروح مع بعض من كابتن خير ونشوف وين ياخذنا طبعا نحن متواصلين مع الكابتن خير خادم وماخذنا الحين مثل ما يعني تابعته في جولة إلى ولاية بدية والمناطق الجميلة هناك خير يعني أكيد تطلع في هذه الأماكن بعض الأحيان تروح عن نفسك و... لابد أي خاصة لما أكون مع الأهل أكثر شيء مع الأهل أي نعم غالبا مع الأهل ومرتين مع الشباب تجمعنا كنا موظفين القدامى في الإدعاء العام والشرطة العمان السلطانية تجمعنا ورحنا طلعنا في بديه وكانت اجواء وايد حلوه ما شاء الله وان شاء الله متجهين الى هناك باذن الله تعالى ان شاء الله نشوف الجو الجميل هناك والمناظر الطيبه في هذه الاماكن الحلوه لكن خلنا نرجع لخير خادم وحديثنا اللي بديناه لكن انت من بيت رياضي ايضا واضح ان كلهم اخوانك واللي شفناهم ما شاء الله عليهم كلهم رياضيين اي نعم احنا والله ترى من السبعينات من اول ما كان ابوي في الكويت نعم ما شاء الله كان في نادي النهضة وبعدين نادي الوحدة وكان لي ولد عم اسمه غريب كان لاعب نادي الوحدة وكان معروف وربيع العسكري ابو المنذر الان في نادي عمان نعم. وفيروس سعيد ومن بعدهم طلعت انا والحمد لله اللي كانت لي الفرصة اني اكون مع المنتخب مع المنتخبات واللعيبة اصحاب الاسماء اللامعة يعني في هذا البلد زين خلينا نتكلم بس عن نرجع للمنتخب بس كان في قصة عن خير خادم مع الكابتن خالد اليافعي هذا صاحبي والله صاحبي وعزيز على قلبي والله بس الذكرى ما حلوة لكن الذكرى مؤلمة نوعا ما مؤلمة فكان يعني الله يذكره بالخير الآن ذكرته حتى أنت ذكرت لي أنك قبل أن أذكرها عزمت أنك أي نعم من بعدها قلت أترك الكرة يعني فكان خالد سبحان الله كان في عندنا واحد لاعب اسمه سعيد مستهيل كان مستدعى الى المنتخب فكان خالد يقول لي يا اخي خيري انتبه يا سعيد ترى خيري يلعب جامد وسبحان الله من خلال التقسيم والحماس وحب اثبات الذات كان تصادم قوي مع خالد ومن اثرها خالد ترك الكره وكان اسفي شديد على ان خالد ترك الكره يعني خسارة يعني طبعا تصادم شديد يعني كلمة خفيفة يعني هي انكسرت رجله كسر مزدوج ما شاء الله لا لا صحيح هي كانت الضربة قوية وقفت التمرين وقفنا التمرين حتى أنني عزمت على أنني خلاص أترك الكرة يعني أترك المنتخب زي الحين متواصل مع خالد ذكره بهذه السالفة ولا هو يذكرها والله جزاه الله خير أنا في يوم من الأيام كنت في صلالة والتقيت فيه أمانة يعني وهو يعني قام بالواجب وصديق عزيز أمانة يعني فذكرني رجع الشريط الوراء فقلت له لا أنا أتوقع يمكن متعور لازم فأنا قلت له لا بالعكس خالد اللي عورني مش أنا اللي عورته كنا نتكلم بعد عن أنك كنت حاب أنك من يوم اختاروك للمنتخب تدخل في كأس الخليج هذه الكأس اللي البطولة اللي كل لاعب خليجي يتمنى أن يدخل فيها ويلعب فيها لكن مرتين ما صار أنا ما يعني سبحان الله ما محظوظ يمكن في المرتين كانت الإصابات في البطولة في الإمارات وفي أبو ظبي وفي مسقط وفي مسقط 12 و13 12 و13 ولكن لعبت ال 14 أنا في البحرين في البحرين وكنا نتمنى حتى أول لقاء خذيت أنا معهم فقلت لهم أننا إن شاء الله حنجي نظهر بالكرة العمانية بصورة ثانية مختلفة
غير على هذا في البحرين تغير شويه المنتخب كان الحمد لله جبنا الرابع كان هاني مجدي شعبان سليمان المر محمد زايد راشد عبد الله فكانوا الحمد لله لعيبه على مستوى وعلى ثقه كبيره من انفسهم. طيب خير ليش كنا دائما نخسر يعني مع المنتخب خاصه فتره الجيل اللي كنتوا فيه مع انكم اسماء قويه يعني لكن كانت الكره الخليجيه تختلف كليا عن الكره الخليجيه الان حاليه. الكره الخليجيه كانت يعني فيها عمالقه كره القدم كان في السعوديه كانت في وضع ممتاز في وضع ممتاز حتى على مستوى القاره واحنا ما كنا بذيك الوضعيه لكن لاننا معظمنا لعيبه يقال بعد ما عندنا انضباط كثير نحن يعني لعيبه موجوده يعني موجود. لابد في مشكله المنتخب اللاعبين منضبطين يعني لابد في انضباط لكن قله الا من رحم الله. كم ظليت في المنتخب؟ 6 سنوات من 93 لحد 99 ما شاء الله فترة بعدين تم استدعائي ولكن انا كنت هني في الاصابه عملت عمليه ورحت مع العمليه. طيب نحن مشاهدينا طبعا مستمرين ورايحين مع كابتن خير خادم الأبدية اظن بعد بعض مع بعض المواهب يعني في الرمول وفي الامور هذه يعني عندك شويه والله شوي يعني مش كثير يعني هوايات ولا بعدين حب المغامره موجود يعني خلينا نشوف مع المشاهد الكريم هذه المغامرات لخير خادم ونحن بنواصل معكم مشاهدينا الكرام حوارنا مع الكابتن خير خادم. مواصلين معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامجكم في ضيافة نجم واليوم نحن كما تابعتوا طبعا في ضيافة النجم خير خادم اللي أخذنا إلى هذا المكان الجميل في ولاية بدية في الحقيقة موقع مميز بين هذا الرمال والكثمان الجميلة الواحد ممكن أن يطلع في هذه الأماكن في هذا الهدوء يروح عن نفسه ينسى كثير من الأمور يعني خير صحيح الحمد لله وانت ذكرت لي انك تحب هالطلعات البر يعني ايوه خاصه بدي يعني مميزه بهي الرمال وفاجئنا اني حتى تفوجئت في هذا الموقع يعني امانه يعني موقع جدا ممتاز ورائع جدا بس نرجع لمسيرتك مع الانديه وكنت موسم واحد فقط مع نادي الشرطه اي نعم كنت في موسم 93 94 كنت مع فريق الشرطه كان المدرب حسن شحاته كذلك كوكبة كبيرة من لعيبة سليمان المر ناجي عبيد جميل بجار فكثير من لعيبة المخضرمين ظافر ضاحي عربي هيكل والحمد لله قدمنا مستوى معاه طيب الحمد لله وبعد ذلك خلاص انتهى هذا النادي بعد انتهى هذا النادي ثم انتقلت الى نادي صور نادي صور لكن ذكرت لي انه كان في مفاوضات من اكثر من نادي صحيح في هذه الفترة ولا بعد في هذه الفترة كانت في مفاوضات مع نادي روي وكان في خبر على اساس انه في نادي سويق لكن سبحان الله مع وكذلك نادي العروبه لكن كان عبد الله الفارسي له اثر ثاني يعني في نفسي وكان رئيس نادي صور كان رئيس نادي صور وكان هو اللي سبحان الله بكلامه اقنعني انه غير مساري بالكليه كان متجه نوعا ما الى العروبه ولكن سبحان الله غيره الى صور والحمد لله حققنا مع صور او وفقتني مش اني حققت وفقت أنصور حقق بطولتين والحمد لله كذلك دوري وكذلك بطولة مجلس التعاون بطولة الأندية حصلنا على المركز الثالث مرتين نعم والحمد لله واكبنا نجوم كبار من لعيبة المنتخبات في نادي صور طيب أنت ذكرت لي أنه كان عندك الفريق في نادي صور فريق ذهبي سميته أنه فريق ذهبي يعني لأن فريق ذات البيت الواحد هم أخوة هم يعني متعاونين متساعدين مع جميع الشباب اي لاعب عنده مشكله هذا سر نجاح الفريق هذا كان نادي صور حتى ان نادي صور لما فاز ببطوله الدوري اول مره كان فرق بينه وبين نادي العروبه 15 نقطه فانت بعد ايام كان الدوري من يعني الفوز من نقطتين يعني تحتاج انت الى 8 مباريات على تفوز فيهن على اساس يخسر الفريق المنافس 8 مباريات هاي مو شوي يعني كانت القصة بعد مع واحد من كبار السن على موضوع الديربي اللي بين العروبة وصور في ذيك الفترة كان إنه الوضع مختلف التنافس كان كبير يعني والله كان أيام بالباكر مباراتكم مع العروبة كانت
اي نعم، كانت المباراة سور العروبة لها طعم اخر. ففي مره من المرات كان جاني شيبه فيقول لي تعال انت يا راعي علان، تعال يا راعي علان تعال. قلت له سلامات الوالد ايش عندك؟ فمسكني من اذني ها اسمع انت بكره تقابل العروبه. كيف طيب مباراه عاديه يعني الولد؟ قال لا لا العروبه غير ماشي عادي. فيعني تحس ان العروب وصور هذا شيء اخر. كان كبير وصغير يعني. وش سويت في المباراه ذيك؟ وفقنا وفزنا فيها على العروبه، وتاخر العروبه وبعد ذلك مشينا في الدوري ولحقنا العروبه ولعبنا مباراه فاصله واخذنا الدوري. زين مكافاتكم بعد ما شليتوا الدوري مع صور ذكرت لانك في مكافآت، في مكافآت يعني. الفترة انه تعتبر كبيرة يعني. تعتبر كبيرة يعني لما الحمد لله فزنا بالدوري تقريبا كانت المكافآت تقريبا حوالي 1250. فانت هذيك الفترة يعني شيء كبير. فيعني شيء كبير. سواء من النجوم اللي كانوا موجودين في 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 صور ذيك الفترة يعني سيف الحبسي كان موجود بعد لما كنت انت موجود؟ لا كان كان سيف الحبسي واحمد خميس انتقلوا الى البستان. فكان الفترة اللي تجيت فيها اي نعم كان موجود محفوظ سلطان، بيليح عمان، مطر خليفة، محمد خميس، صلاح ثويني، مبارك عبد الله الشقيق والرفيق. ما زالت هالأسماء موجودة. موجودة يعني إلى الآن. الحين نسمعها. يعني. إلى الآن موجودة يعني. وكانت. خفت بريق مباريات صور العروبة برأيك هالفترة؟ خفت كثير. بشكل كبير. أولاً لأن على كعب العروبة حالياً. فلما على كعب العروبة وخفت خفت أضواء صور. فكانت الغلبة العروبة شوي يعني. نحن أكيد مواصلين معك كابتن خيري، وفي هذا المكان الجميل نروح لركن آخر أيضا نشوف لنا مكان جميل نجلس طيب معك. حياك الله. تأخذنا في معك أيضا عشان نواصل أيضا الحديث مع المشاهد الكريم. وصلنا معكم مشاهدين الكرام هذه الحلقة في ضيافة الكابتن خيري خادم في هذا المكان الجميل، بس حسينا شوية بلسعة برد في الأجواء الخارجية يعني المكان خاصة الآن في مخافضات جوية والحمد لله الآن بدية تتمتع فيها بجو حول ولطيف جميل يعني جميل رائع. يحتاج إلى طلعة على الرمال كي شوي لمدة يومين رحلة. يا سلام صالح يا سلام الباحي. تأخذ راحتك عاد. طيب خلينا نرجع لحديثنا وحديثنا عن الكرة أكيد وجودك طبعا في المستطيل الاخضر، يعني كيف اليوم تشوف مسيرتك هذه الطويله؟ بعد مسيرتك هذه الطويله ايش اللي اعطتك اياه الكوره يعني؟ الشيء كثير اعطتني كره القدم، ولكن اهمها وافضلها حب الناس. الى الان احنا لما نروح في مكان خاصه لما مثلنا نادي صور فشفنا حب الناس ابن والله هذا خيري خادم كان يلعب معنا نادي صور يخدم نادي صور أو هذا اللاعب الفلاني، وحب الناس خاصة جميع المشجعين القدماء سواء كان في صور أو كان في صلالة أو كان في الباطنة مثلا في نادي سويق يتحصل الناس أنها ترحب فيك للآن أمانة يعني. وأغلى شيء أغلى شيء حصلنا حب الناس وهذا أمنية. هذه أحلى مكافأة. كل واحد أحلى مكافأة. أحلى مكافأة أمانة يعني. بالفعل. ونتمنى إن شاء الله يتعدل وضع الأندية خاصة بعد تراجع المستوى. نتمنى إن شاء الله يعود إلى سابق عهده إن شاء الله تعالى. طيب على ذكر الأندية أنت متابع حاليا المسابقات المحلية؟ قلة أمانة يعني على أساس أغلبية اللعيبة اللي قابلناهم ما متابعين على مستوى الدوري العماني سابقا والحين. الحين نوعا ما الدوري العماني منخفض نوعا ما المستوى الفني خاصة غياب اللعيبه اللي عندهم مستوى غابه اللي عندهم لعيبه تكنيكهم عالي. الاحتراف ما غير شيء في المسابقات المحليه؟ والله طبعا الاحتراف بمفهومها صحيح ما مطبق، تحتاج الى فتره طويله لتطبيق الاحتراف فهذا على اساس يبان اثره. لكن ما في فرق بين السابق والحالي بعد تطبيق نظام الاحتراف؟ والله في فرق لكن بدا يرجع الى الخلف يعني فرق سلبي. سلبي نوعا ما. طيب هل متواصل مع حد من الجماعة اللي كانوا في جيلك بعض اللاعبين اللي كانوا في كثير فترته؟ كثير سواء كان في نادي صور أو في نادي سويق مثلا خميس هاشل، عيد خاطر، ناجي عبيد، سليمان المر، محفوظ سلطان، مطر خليفة،
اللهم اللعيب اللي بعدتهم عن الأندية جزاه الله الخير أبو عبد الله صالح البارحي، جمع اللعيب القدامى في ملتقى، كان عندكم ملتقى في البريمي وصار في تواصل بين كابتن حمتود. احنا كابتن حمتود يعني فترات طويلة لاعب كبير يعني جدا، وهذا شرف لنا احنا نلتقي فيه يعني. وكذلك اجتمعنا بلعيبة سالم قصبوب وكثير من اللعيبة القدامى. ليش انت بعيد عن الإعلام؟ والله أنا بعيد مش عن الإعلام، أنا بعيد الآن عن الرياضة ككل من سنوات بسيطة يعني. ولكن الإعلام ما تواصل معك؟ مش إنه يتواصل معي ولا ما تواصل معه، ما حد اليوم اللي ود يعني اللي يوصل الإعلام إلى عندي يقول أنا ما بي. بالعكس أنا فخر لي إن الناس لما بعد سنوات طويلة يعني، مثلا أنا كنت ألعب في التسعينات، في الآن الجيل الحالي ما يعرف عن خيري خادم أي حاجة يعني. بالعكس الآن الإعلام وصلني وجالس يقدمني إلى الناس إن خيري خادم كان كذا وخيري خادم، هذا فخر، هذا واجب، هذا فخر، تستاهلوا أكثر دائما يعني. وأمانة يعني كل لعيبة البلد هم يستحقوا هذا الشيء أكيد، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في تعالى. النهاية أنتوا أيضا عملتوا وضحيتوا في فترات كانت صعبة، يمكن أصعب من الوقت الحالي يعني مع المنتخبات الوطنية حقيقة يعني، فتستحقوا كل التكريم وكل الاهتمام والاحترام يعني. والله البلد تستحق أكثر، وانتم جزاكم الله خير ما قصرتوا وقدمتوا الكثير امانه الى الناس، وقدمتوا نحن كلاعيبه قدامى لنا سنوات طوال او سنوات تعدنا فيها عن الساحه الرياضيه وعن الاعلام. هذا جزاكم الله خير، وهذا شرف لنا، حتى اولادنا ما يعرفون احنا ايش سوينا اصلا، وجزاكم الله خير، انتم مشكورين امانه مشكورين على هذا التواصل. هذا واجبنا الله يجزيكم خير، واقل يعني من واجبنا، ما قصرتوا ابدا، ولكم كل الشكر والتقدير. الله يخليك. قبل ان نختم بسالك بس نقطه اخيره يعني، كيف تشوف وضع منتخبنا الحالي؟ نتمنى أن يعود إلى سابقاته. راضى عنا حاليا؟ والله إحنا تعودنا الآن، إحنا وصلنا لمرحلة يعني الآن كنا كان نتكلم عن الكرة العمانية أنها متراجعة، فوصلنا إلى مرحلة أن إحنا البطل، فالآن أبضل على شخصية البطل، أنا العماني أبضل على شخصية البطل. زين، أبغى منك همسة لكل رياضي عماني، همسة سريعة لكل رياضي يمثل بلده عمان. الإخلاص، إذا أخلصوا في العمل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع، ونسأل الله لهم التوفيق، وعمان تستحق الإخلاص، وأتمنى لهم التوفيق. جزاك الله خير. الله يخليك، جزاك الله خير، وسعدنا أن كنا في ضيافتك اليوم، وجزاك الله خير، وأيضا نشكرك ونشكر عائلتك الكريمة على اهتمامكم، وإن شاء الله نشوفك في مناسبات قادمة بإذن الله. مشكورين أنتم كم شرفتوني اليوم في بالزيارة. الله يخليك. شكر لكم والتقدير، جزاكم الله خير، تلفزيون سلطة عمان القناة الرياضية. بارك الله. وشكرا جزيلا لأخوي وعزيز على قلبي صالح للبارحي. يستاهل. جزاه الله خير ما قصر. الله يخليك. قدمنا في جمعية اللعيبة القدامى، جمعنا وجزاه الله خير، وإن شاء الله متواصلين دائما معكم إن شاء الله دائما. إن شاء الله. وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لك الكابتن خيري خادم. لاعب منتخبنا الوطني سابقا. أبو عبد الله. جزاك الله خير. طبعا الكابتن خيري يتحرك كثير. أيه. فلما كلم المخرج على الحركه فقال انا مدافع اصلا، متعود على الحركه يمين وشمال يعني. فعموما نختم هذه الحلقه مشاهدينا الكرام معكم من هذا المكان في ولايه بديه مع الكابتن خيري خادم، على ان نلتقي ان شاء الله بكم في حلقات قادمه من برنامجكم في ضيافه نجم. الى اللقاء. شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يخليك.